أما صلاح الكردي فقاب النجوم كتار واتفق معهم على عدد من التعاونات الفنية، فأعلن عن أغنية من كلماته وألحانه رح تصدرها أصالة قريبا. أغنية أصالة بالمعلومات اللي أنا مسمح لي أعطيها هي أغنية رومانسية لبنانية. هذا مود الأغنية اللي بترجع فيها أصالة للهجة اللبنانية من بعد أغنية يسمحوا للكل، والعنوان الأولي هو يا قلبي. وصل له صراحة فترة يعني من حوالي 6 أشهر طلبت مني يعني أنه أعطيها شيء لبناني، بس بعثت لك هذا الشيء ما كنت عم بلقطة يعني، إلى أن بعت أغنية لشقيق أصالة الأستاذ أنس نصري وحبت كثير الأغنية وتمت بسرعة وبلشنا توزيع فيها الحمد لله. وهذا مش العمل الوحيد اللي أعلن عنه صلاح على السوشيال ميديا، فهو نشر صورته مع راغب علامة وكشف عن أغنية رح تجمعهم. قعدنا قاعدة عنده بالبيت وكانت قاعدة كثير حميمة وفنية وموسيقية وكثير هيك، كان في نوع من الألفة، وإن شاء الله بدأنا تحضير عمل، اختار شيء وبلشنا نعدل بعض الأمور فيه، وهيدا حيكون عمل كتير أنا شخصيا بعتز فيه. وغير لبنان صلاح كمان زار دبي والكويت اللي غايب عنها من 27 سنة وهو بالأساس مولود فيها، واتفق على أعمال كتيرة كشف الإيتي بالعربي عنها. في تحضير لتلحين أغنية من كلمات سمو الشيخ الدكتورة سعاد الصباح، وفي كمان كلمات سمو الشيخ تعيج الخليفة الصباح. وبالكويت أيضا قابل نبيل شعيل ونوال الكويتية. صراحة في شيء اتفقنا عليه وفي أكثر من عمل يعني، أنا لمست منهم كتير حب وشغف واشتياق للون اللبناني. أما عن أعماله الخاصة فهالأغنية رح تسمعوها قريبا. بتقول ما قلتلك رح تنسيني بكرة وتكملي حياتك وابقى أنا ذكرى، بتلبسي الأبيض وتتصوري حده، تمسكي إيده نياله مين قده. وصلاح كمان عنده أغنيتين حيحاول إن هو ينزلهم قبل الصيف اللي جاي، وحينزل قريب كليب أغنيته موتني غيابك اللي نزلها تقريبا من سنتين وحنتكلم عنها بعد شوية.